هنا كانت الجريمة الأبشع على الإطلاق. هنا تركت وحدها تصارع الموت، ربما نادت، ربما استغاثت، لكن أحداً لم يسمعها. ربما فكرت بأبنائها من بعدها، ربما فكرت كيف هانت على ذئاب البشر قتل أختهم، ربما استذكرت قصة النبي يوسف وإخوته وأملت بأن ينقذها أحد المارة من غياهب الكهف، لكنها كانت الأسوأ حظاً. الكهف الذي آواها ما يقارب 20 عاماً، لكنه لم يعد قادراً على حفظ السر أكثر من ذلك. فكم من كهف وكم من بئر لم يروي قصته بعد.